واحد، فضيلة الاتضاع في الحوار. من إنجيل القديس لوقا الإصحاح الأول الآيات من 26 إلى 38. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية؟ فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله،